السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة رياض النشر في كل مكان. تحية طيبة لكل متابعينا من داخل مصر وخارج مصر. قبل أي حاجة كده بقى، لايكك الجميل وتعليق كويس كده عشان ربنا إيه يكرمنا كده ونقدم لكم فيديوهات كمان. أنا هجيب لكم بقى معلومة كده خفيفة كده على السريع، ماشي؟ بس يعني ايه، انا ما بخلش عليكم باي معلومه، فما تبخلوش عليا بلايك وتعليق كويس، ربنا يبارك فيكم. المهم دلوقتي، طبعا انت لما بتيجي تشتري عجل او نتاع او ذكر، بتخش تتفرج على السلاله وعلى الجثه والدورانيه والكلام من ده والاكل والشرب والحاجات دي. في نقطه بقى خفيفه كده ممكن في ناس بتسعى عنها، اللي هي ايه، اللي هي القرون. بتبقى عجله لسه مثلا بتاع 5 6 شهور وتشوف قرونها تقول عجله بنت سنه، واخدين بالكم؟ في ناس بتاخد بالها من الحتت دي. اما تيجي نازل السوق دور على الحاجه اللي لسه قرنها مفزش، فاهم يعني؟ في مثلا حاجات بتبقى عمرها 7 8 اشهر، تمام، وتلاقي لسه القرن متداري كده، فاهم؟ حاجه بسيطه. بس برضو مش كله كده. في ناس انا اعرف اللي في ناس في شغل مزارع وكلام من ده، بتجيب في بتاع كده زي مكوه كده، ماشي، وبيكوا بقى القرون، خلي القرن يبقى صغير تاني، يصغر تاني. بس على فكره بتبقى باين الحته دي، بتبقى باينه قوي، بتتلاحظ كده في معظم البهايم، تلاقي سنها كبير، تمام، ولسه قله. يعني مثلا تقول اللي هي عمر بنت 3 4 اشهر وهي اصلا معديه 9 اشهر او 10 اشهر، واخدين بالكم؟ او عمر سنه كمان، عشان ان ايه، ان هي مثلا بتبقى تقريبا، يعني بتبقى مثلا خدت السرسوب وهي صغيره، يعني رضعت اسبوع ولا حاجه ولا 10 ايام، وهم جايين بايعينها، اللي هو السالت اللي بيقولوا عليه، تمام، وتنفطم بقى وهي صغيره وما ترضعش لبن كامل، وتبص تلاقي بقى ايه، مهما تكبر تحس ان هي قله كده وقرنها كبير، معظمهم بيبقوا كده. فيعني ايه، لو انت نازل السوق خلي بالك، او مش السوق، او لما تيجي تشتري يعني تخلي بالك من النقطه ديت، وتخلي بالك برضو من الكي، ممكن تكون كبيره في السن ومكويه. بس هي عامه اغلبيه البهايم، لو اقول بالذات، او البهايم في العموم، الناس اللي هي الخبره اللي عندها فكره عن الموضوع وبتنزل اسواق كتير وكده، بتبص لراس العجل كده بتعرف سن. يعني انت تبص المنظر العجل كده من الراس بتاعته، بتعرف سنه ان كان كبير او صغير او كده، من يعني بتتوقع ان هو مثلا فرنج سنه ونص، مثلا سنتين فرنج مثلا. يعني انا دي الاقول ديت، انا طبعا جبت ايه، ما سالتش اللي انا بشتريها، انا عمره قد ايه، واخدين بالكم؟ انا ما بسالوه، بس انا بخش على الحاجه بديلها رينج مثلا، دماغها بيقول، وجسمها، مش شرط الجسم بس الدماغ بالذات هي اللي بتبين، القرن والدماغ بتعرفك ان هي ايه، فرنج مثلا كذا. دي انا بديها مثلا العجله دي او العجله دي، بديها مثلا رينج سنه واربع شهور مثلا. انا بالنسبه لي كده مديله نظرتي كده، سنه واربع اشهر، سنه وخمس اشهر، ممكن تقل عن اربعه برضو الله اعلم، بس هي في الرينج دي، واخدين بالكم؟ برضه الحاجات الكبيره برضه لما تبقى كسره جوز، كسره اربعه، الكلام من ده، برضه بتحس ان هي ايه، باين على وشها ان هي كبيره في السن او صغيره لسه، تمام. فاهم حاجه بس تخلي بالكم، برضه هوريكم اللي عندي همت اهي، خلي بالكم برضه القرون اهم. بصوا دي عجله بنت سنه وثلاث اربع اشهر تقريبا يعني، ماشي اهي، ودي كذلك. بيبقى القرن صغير، بتبقى باين عليه. لو ما تكبها بقى مكويه بقى، بتبص تلاقي فيه زي الحم هنا كده، حته هنا كده، زي تحس ان الحته ديت رفيعه شويه، الحته الاولانيه دي بتحس ان هي رفيعه، جزء رفيع كده، وفي حته كده زي خط كده وداخل على تخين، وتحس ان هي نضيفه عن الثانيه مثلا اهي. تحس ان الجزء ده مثلا الورا ده، تحس ان هو نضيف شويه، والقديم ده تحس ان هو قديم ومسود جامد، واخدين بالكم؟ تحس ان هي اللي بره دي فاتحه سن. فبالله عليكم تخلي بالكم عشان ربنا يسترها علينا وعليكم ويفادكم الحاجات دي. وطبعا ان شاء الله اي معلومه، والله اي معلومه يعني هفتكرها والله انزلها على طول اول باول، ومش هبخل عليكم باي حاجه. بس ما تبخلوش انت عليا بايه؟ باللايك بس الجميل وتعليق، مش عايز اكتر من كده. مكسل يا عم، ادي لايك بس وخلاص، وكتر الف خيرك، وربنا يبارك في حضراتكم، وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.